الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل لغة القرآن على شاشتكم الحبيبة الناس مشاهدي الكرام انتهى بنا المسير إلى بداية قول الله تبارك وتعالى: "هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟" قبل هذه الآية الكريمة كانت ثمة آيتان تتحدثان الى بعض الفصائل التي تريد ان تتبع تعاليم الشرع في بعض الامور وان تخالف في بعضها الاخر بمعنى انهم يدخلون اهواءهم وامزجتهم وميولهم ونزوعهم واختياراتهم يدخلون ذلك كله في التعامل مع نصوص الوحي فبعض النصوص يرحبون بها ويهتفون لها وينضبطون على احكامها والبعض الاخر يريدون ان يتسيبوا من اطرها وان يتصوروا حماها ان يقفزوا من على السور كالتلاميذ المشاغبين في مدارسنا او بعض المدارس هذا سلوك يرفضه الله عز وجل وفي الرسالات الاولى نعى الله على بني اسرائيل فقال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا اسلوب في التعامل مع الوحي مع الرسالات السماويه اسلوب رخيص اسلوب فيه يتجاوز العبد قدره ويخرج عن مربعه الذي ينبغي الا يخرج عن اطاره العبد عبد والله واحد لا شريك له المشرع هو الله الامر الناهي هو الله ورسوله اما ان يدخل العبد مزاجه او هواه او غرضه او ميله او نزوعه او استحسانه او تاثمه او تاففه او اي شيء في التعامل مع الوحي فذلك مفسده في التدين اي مفسده ينبغي ان ندرك جميعا ان اقتحام الوحي والجراه على ما انزل الله عواقبها من اوخم العواقب ونستدل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قد حدثنا حديثا عن عبث الإنسان فيما ليس له أن يتدخل فيه. وكيف جنى عليه ذلك العبث أيما جناية. يقول ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اذا كان ذلك كذلك في الطبيعه من حولنا فانما هو افظع منه واشد شرا ان يتدخل الانسان او يحاول ان يكون له دور في تعاطي وحي السماء والتفاعل مع وحي السماء دخل بالتغيير والتعديل والتبديل بالزياده او النقصان باختزال بعض الاوامر والنواهي وافتئات بغيض على الوحي بزياده في بعض الامور كل ذلك مرفوض عقلا ومرفوض دينا وينبغي ان يكون تديننا على هذه الضوابط كما يجب ان يكون ايها الاخوه المشاهدون فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أقول ذلك لأن قبل الآية التي سنتعامل معها في هذا اللقاء يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا يا من أعلنتم اتباعكم لرسولي ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام بكل أحكامه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان باتباع البعض وعدم اتباع البعض الاخر بالانضباط مع بعض الاحكام والتفلت من بعضها الاخر انه لكم عدو مبين فان زللتم ان انزلقتم وراء الشيطان فلعبتم في الوحي والتزمتم ببعض الاحكام وفرطتم في بعضها الاخر من بعد ما جاءتكم البينات البراهين والادله على ما في ايديكم فاعلموا ان الله عزيز حكيم وقلنا في هاتين الايتين كل ما ينبغي ان يقال مما فتح الله به علينا ينطلق السياق بعد ذلك في الايتين اللتين تلوتهما كان الكلام من الله مع الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين كلام من الله لهم فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات كلام لهم فاعلموا ان الله عزيز حكيم كلام من الله لهم مباشره في الايه اللي معانا النهارده هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور كان بيخاطبهم دلوقتي بيتكلم عنهم بيكلم مين بيكلم مين بيكلم الرسول وكل من هو من أهل الخطاب إلى يوم القيامة، أي واحد بيفهم الكلام له لحد يوم القيامة طب بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الذين لا ينضبطون مع أحكام الإسلام بالكلية يريدون أن ينضبطوا مع البعض ويتسيبوا من البعض الآخر فبيكلم حد تاني عنهم ده في اللغه اسمه التفات يعني كان بيتكلم معاهم وهب اهملهم وراح متكلم مع حد تاني عنهم كانه بيقول هما دول مجانين ولا جرى لهم ايه هما منتظرين ايه مترقبين ايه لما يؤمنوا بالبعض وما يؤمنوش بالبعض ينفذوا البعض وما ينفذوش البعض كونه كان بيكلمهم وسابهم وبيكلم حد تاني عنهم ده لون من الوان العدول او الالتفات ما علينا ابتدى يتكلم عنهم انت لو بتكلم واحد منك له وبعدين يفاجئ اللي انت بتكلمه انك انت بتكلم واحد تاني عنه دائما اياه بتلوم عليه بيشعر بضعف وبانحطاط وبانك انت حقرته او انك انت اهملته او انه انت حاسس بان الكلام معاه ما بيجيبش نتيجه هو ده اللي ورا الالتفات ربنا حول الحديث منه اليهم الى منه مع اي حد عاقل او مع رسول الله عنهم اشعارا لهم بالاهمال وانحطاط القيمة والمنزلة وأن الله عز وجل يمقتهم على هذا السلوك شوف الالتفات ده شوف تعديل الأسلوب بالطريقة ده هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور معنى الآية إيه هذا الاستفهام معناه النفي، يعني هؤلاء الجهلة، هؤلاء المنفلتون، هؤلاء المتسيبون، هؤلاء العابثون بالوحي، لا يترقبون مع سلوكهم هذا إلا أن يأتيهم عذاب الله وانتقامه وعقابه. من حيث يتصورون أن الرحمة آتية الـ 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 الزاوية اللي هم متأكدين إنها بتبعت الرحمات وبتيجي منها الفيوضات والنعم والخيرات هيجي منها العقاب والجزاء الأوفى وقضي الأمر انتهى كل شيء وإلى الله ترجع الأمور محدش تاني له أمر مع الله تهديد شديد ووعيد اكيد لكل من ينفذ بعض احكام الاسلام ويهمل بعضها الاخر الى يوم القيامه فاصل ونواصل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ينظرون هنا المراد منها يترقبون يترقبون يعني هؤلاء الذين ينفذون بعض احكام الاسلام ويعبثون بالبعض الاخر هل هم مترقبون لشيء ياتيهم من عند الله من حيث يظنون انه مبعث الرحمه الا ان ياتيهم باس الله وعقابه وانتقامه ويهلكون اهلاكا كاملا والله تعالى لا شريك له والى الله ترجع الامور كلها يبقى ينظرون دي يعني يترقبون ولما كان المترقب للشيء يبعث نظره في الجهه التي يتوقع قدومه منها عبر بينظرون عن معنى يترقبون المترقب دايما يبص شمال ويمين علشان يشوف اللي هو جاي جاي وقتيه فلذلك عبر بينظرون لان المترقب دايما ينظر هل ينظرون الاستفهام معناه النفي يعني لا ينظرون ولا يترقبون الا عقابا قاسيا شديدا جزاء ما يفعلونه في دين الله من الايمان ببعض الكتاب والعبث ببعض هل ينظرون الا ان ياتيهم الله المراد من اتيان الله ايه اتيان امره اتيان عقابه اتيان بأسه ولما كان ذلك صادرا عن الله سبحانه وتعالى عومل معامله ان الاتي هو الله سبحانه وتعالى لكن الاتي المقصود الا ان يأتي امر الله الا ان يأتي بأس الله الا ان يأتي عقاب الله عذاب الله قضاء الله اي حد حلو إلا أن يأتي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ولفظ الجلالة ما قالش إلا أن يأتيهم الرحمن لأن المقام مش مقام رحمة هم مستحقوش ولا قالش إلا أن يأتيهم الجبار لأن العقاب ده مش ناتج عن الجبروت ده ناتج عن استحقاقهم ده عادل سبحانه وتعالى لكن قال إلا أن يأتيهم الله لأن الاسم الكريم الله هو الاسم الجامع لكل معاني الجمال والجلال والكمال جميل في ظلل الظلل جمع مفرده ظلة والظلة هي السحابه العظيمه التي ترى كانها في حجم القصر من الغمام الغمام هو ايه الغمام هو السحاب الابيض الذي حين ينظر اليه الناظر يتولد فيه رجاء وتوقع ان الغيث نازل قريبا يعني الدنيا هتنزل السماء هتنزل الميه تسقي الزرع وتسقي الحيوانات وترطب الجو وتدي الارض الميه اللي فيها الحياه للارض الغم دي الغمام قلنا الا ان ياتيهم الله يعني باس الله وعقاب الله وجزاء الله وانتقام الله جميل هم هيجي الباس والعقاب والانتقام والجزاء هيجي في ظلل من الغمام الغمام لما بيشوفوها الأمل بيتولد فيهم بإن الغيث هيرحمهم ربنا بيه فيفاجئوا إن الهلاك هو اللي جاي كون العذاب والانتقام يجي من جهة المتوقع منها الرحمة واللطف والعطف والحنان والفيوضات يبقى ده عذاب نفسي من ألم ألوان العذابات. أيها الإخوة المشاهدون إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة حتى نلتقي في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله تحياتي إلى حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.